يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ يا من في ملكوت الله تتأمل تنهل منه، هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ هل خليت الروح تراه وعرفت الخالق من هو؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. ايث مثنتي سمثين سلام ربي ذي فلوان سن محب حلوان الزلف لون مرحبيس ونغرض ذويل تنوان ثم سليث نغمطان. سلام يا ربي عز وجل قبل ربي صيامنا وذي قبل ربي فضلنا، ويجعل ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أي ثمث نقاط سيدي ربي عز وجل لك القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لبغى ربي عز وجل يغدي في كرمطان التقوى المخافة ربي عز وجل التقوى مجزدان لون التقوى ها هنا أكيد قال النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب ندي ثمثن كثم السليث: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. في ثلاثة ايت مثل الرضا بالقليل معناه العبد ذي رضو سوي يزدي قسم ربي. شنو المعنى واش تا المعنى واش تا شي المعنى العبد خدم راه شي المعنى العبد كسب راه، وانما كونترير النبي عليه الصلاه والسلام قال يعمل مال الصالح للعبد الصالح اشحال يلهاني يدري من الحلال الى عبد قلنا الصالح. لكن المعنى واش تا الرضا لين قلنا يزدغوا لون المعنى العبد الى قد يغضص وين يزدي في ربي وكس خطره وسي قرار يا ربي ايوا شو حاشين بنا خاطر لنا العباد اسما زندي في ربي الخير فرحا اسما زندي في ربي الشر اسقان يا ربي واش حاشين بنا يا ربي اذا شي نخدم ما غتفك اذا نشتا انا غيث مثلا دوني يا ربي اذا جربي غير تجري لا العباد تجري باذن ربي الخير اللي زرع لي طار الشكر لا العباد تجري باذن ربي الشر اللي زرع لي طار الصبر. العبارة واش تغيث مثلا إلا قل عبد المؤمن أذي غضوص القضاء ربي سبحانه وتعالى ميفكي ضربي زكذا إذا سان فو با ديري حبك ميكسك ربي سان فو با ديري كرهيك المعنى ربي تجري فاغ باش هذي زر أم شرا نضوع سيدي ربي عز وجل. المؤمن هي غيث مثلا إلا دايما إذا يسعى غيظة قال لك يمسنو نزيك القناعة كنز لا يفنى القناعة الكنز العبس مرز القناعة ذوليس إذا يعيش الخير ان شاء الله. العبد يقول لنا طماع العبد يقول لنا قرقورة والله يغيث مثلا ينز دقود جامع ذي اروى ينز دقود دايما يسخط الا العباد اللي نبالك سولاش حمد الله ربي شكرنا ربي تعيشين الخير والبركة سواش تغيث مثلا سواشو سالقناعة الرضا بالقليل. بغيت دويت قسيطيث مثلا ينواسي ونورقز يسعى الشيطان قراني موث يجد الدرياس اسنيق مثاكن الى يوم دميس يضمع يبغى غادي ياوي يون لقصر قد تاريكا غادي جابا بس انت التاريكا لقى تقسم سلاع ذا لسويني قسم سيدي ربي عز وجل لكن انت يضمع يبغى غادي ياوي القصر وقبل ما نطلع لنبا بس انا ياسن جثيا غاد قيمة غاد بابا يحزن يعني يسفقن دل حزن ينس الجانت اسمي يعني ويك الشم يعني انت ذا بس كان يثمثل يقود يسن كونترا بلي كونكوا بس يكتبس القصرين ويدمد يعني افوس نباباس باش يعني غادي يبصم لون برانت بلي كونكوا ثاني كتبس القصر يطبع يعني لون برانت استان كونترا باباس يكتبس القصر لينا يحوس العبد السعاده يكسب القصر لكن الدنيا حاشا ربي كزا غندا شي قلنا لينا غايث مثلا اذن سيدي ربي عز وجل ملك الموت يسد يقبض تربيح ذو قشيش ثاني لا اله الا الله يموت انت باباس اش تي مثلا سوا شو يسمغور عبوضيس وكسعر القناعة وكسعر الرضا يختم ربي سير الخاتمة والعياذ بالله. يعني يتمثل لقد نحيو الرضا تقولوا من النار ونسعو القناعة سوين يغدي قسم ربي وذي جعل ربي البركة الأرزاق النار كذي معيشنا إن شاء الله عز وجل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.